السلام عليكم يا اصدقاء تبقى بضع دقائق قبل اذان الفجر وسنغتنم هذه الفرصه باذن الله لنتعلم معا كيفيه الصلاه كيفيه الصلاه لاداء الصلاه سنحتاج الى سجاده ومعرفه اتجاه القبله الله <applause> أكبر! إنه آذان الفجر، هيا نجهز أنفسنا لنتعلم كيفية الصلاة، بعد الوضوء نستقبل القبلة ونقيم الصلاة كالآتي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ننوي الصلاه ثم نكبر تكبيره الاحرام الله اكبر نضع اليد اليمنى فوق اليسرى ونقرا دعاء الاستفتاح سرا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ونقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ثم نقرا ما تيسر من القران وفي هذه الركعه ساقرا سوره الاخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بعدها نكبر ونركع كالاتي الله اكبر نقول اثناء الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم نرفع من الركوع ونقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نكبر ونسجد الله اكبر ونقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر نرفع من السجود ونقول ربي اغفر لي ثلاث مرات الله اكبر نسجد مره ثانيه سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر لقد انهينا الركعه الاولى هيا نكرر نفس الخطوات في الركعه الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ثم نقرا ما تيسر من القران وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بعدها نكبر ونركع كالآتي الله اكبر نقول اثناء الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم نرفع من الركوع ونقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نكبر ونسجد الله اكبر ونقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر نرفع من السجود ونقول ربي اغفر لي ثلاث مرات الله اكبر نسجد مره ثانيه سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر نقرا التشهد الاول والاخير التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في العالمين إنك حميد مجيد. ثم نسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لقد تعلمنا معا كيفية الصلاة، لا تنسوا نشر المقطع لتعم الفائدة. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. الإشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.